مرحبا بكم مرة أخرى في البارتي 3. إن شاء الله غادي نكملو فيها لوتو دو رونتابيليتي. في الفيديو الماضي توقفنا عند هاد العلاقة الثلاثية، قلت لوتو دو رونتابيليتي كاينة ما بين 6% و 7%، و الزيرو لافان ديال فان كتساوي زيرو كاينة ما بين 2.18 و ناقص 0.38. دونك غنديرو العلاقة الثلاثية، غنديرو هادي ناقص 6% و 7% ناقص 6%، هادي حولتها انا 0.07 كتساوي 0 ناقص هادي مقسومة على ناقص 0.386 ناقص 2.188، هي هادي. دونك غادي نحسبوها، هاد الفوق يبقى هو هو، لتحت غنديرو 7% ناقص 6% هي 1%، و هادي هادي درت هادي صفر ناقص هادي هي نفسها ناقص، وناقص هادي كتساوي ناقص 2.57. دونك انا درت هاد الحساب هذا، المهم غديرو هدف هذا تساوي هدف هذا، وغتجمعو المجاهيل بوحدها والمجهول بوحدو والمعلوم والمعالم المعالم بوحدها. دونك غديرو هدف هذا كتساوي هدف هذا، غتعطيكم من بعد غتحسبو غيعطيكم هادشي ناقص هذا الحساب هذا. من بعد طو دو رونتابيليتي كتساوي هادي مقسومة على هادي، غتمشي هاد الناقص مع ناقص، غتبقى 0.176 مقسومة على 2.57. دونك طو دو رونتابيليتي كتساوي 0.685، غنضربها في 100 غتعطينا 6.85%. دونك طو دو رونتابيليتي اللي كتأنيلينا لافان هي 6.85%، هي اللي كتأنيلينا لافان. دونك هادي هي كيفاش كتلقى لوطو دو رونتابيليتي. كنتمنى ان شاء الله انني وصلت لكم واحد الفكره ان شاء الله، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. المهم غير باش تعرفوا راه هذا هو الامتحان، هذا هو ليكزرسيس اللي خدمت به انايا، هو هذا ديال الجامعات القضائيه لي جروب 6 اللي هو مستر سردي عمر. دونك هذا هو التمرين، ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نشوفو غادي نشرحو هاد التمرين الثاني هذا، غنصحو ان شاء الله التمرين هذا ان شاء الله بحول الله، ومن بعد غنشوفو لي زيكزام الاخرين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله بحول الله.